مش هتخيلها. واخبار الشغل ايه؟ كل حاجه ماشيه تمام يا حاج حسب تعليمات سعادتك. يعني الشغل ماشي زي ما كان زهره مدوراه؟ الحمد لله يا حاج ماشي زي الفل. ان شاء الله السنه دي المجموعه هتعمل ارباح كويسه قوي. واخبار الست هانم ايه؟ مش ناويه تتجوز تاني؟ الله يعلم علمك يا حاج، وان كنت يعني شامم اخبار كده من الناحيه دي. خليك صاحي يا منتصر، انا عاوز اخرج عليها حر، مش عاوز ابني حد غيري يربيه. اطمن يا حاج انا متابع كل اخبارها. الله الله، على فين العزم بقى ان شاء الله؟ رايح كاتب كتاب اختي. نعم، وما قلتليش ليه يا اخوان اختك هتتجوز؟ ما كنتش اعرف، كان النهارده الصبح بس قالوا لي. ولما اختك هتتجوز وحكايه كبيره زي دي ما تقوليش، ولا انت مش مستعنيني؟ يا بنتي بقى فضك من اللي في دماغك ده، ايه مستعنيني ومش مستعنيني؟ هو الحكايه بس جت كده على تم وجه السرعه يعني. طب يا خليل يا حبيبي، مش واجب برضه تقولي تعالي معايا يا بدبد، ولا انا مش معزومه؟ لا، الموضوع ضيق كده عائلي. نعم يا روح امك، عائلي ده ايه؟ هو انا مش مراتك ولا عروسه ولا ما اشبهش اللي هي عزباهم؟ وبعدين امك واختك ما عزموش ابويا وامي ليه؟ الله، ما انت عارفه امي ما بتطقش لابوكي ولا امك. وانت يا بني الموافق على الكلام ده؟ انت القميص اتكسر اللي راح بيكتب الكتاب. بعدين كل واحد حر في تصرفه، وبعدين امي مش طايقه امك، فاكره؟ بسبب ان امك راحت قالت شفتوا بنتكوا زهره عايزه تخطف جوز الحانوتي، فاكره مش عارفه؟ وانا مالي ومال الحواديت دي؟ انا ايه علاقتي بالحكايه دي؟ انا مراتك، يبقى اجي معاك على الفرح على طول، فاهم ولا لا؟ ولا انت عايز تروح الفرح وتملى كرشه؟ اكل اكل اكل، انت على طول كده همك على بطنك. اسم الله، امال انت رايح الفرح ليه يا الدلع عادي؟ مش عشان تاكل وتملى بطنك؟ لا، مش هملى بطني، رايح بصفتي اخوها الكبير، وكلها هشهد على كتب الكتاب يعني. خلاص، وانا كمان رايح الفرح بصفتي مرات اخوها الكبير وكلها يعني. بقولك ايه، رجلي على رجلك بدل ما خليك تطلع من هنا على خشبه. اطلع على خشبه؟ عاوزه تنفعي ابوكي بديعه، ما تخلينيش اخسر اختي، ممكن تمنع عني مرتبي. وبعدين زي ما فهمتك ده كاتب كتاب مش فرح. ايوه، يلا شغل اللوع والكهن بتاع امك واختك. خليل بالادب كده يا اخويا، رجلي على رجلك واللي يحصل يحصل. الحمد لله. أيوة الحمد لله. سبحان الله. الحمد لله. سبحان الله. اتفضل. اتفضل يا مولانا، اتفضل. سبحان الله. الحمد لله. مبروك يا عروسة. يا عم دي قربت تتطلق، العروسة جنبك اهي، اهي اختي حبيبتي اهي. اتفضل بص. اين العروس؟ العروسة اهي اهي، اتفضل يلا خلص. البقاء لله يا بنتي. والدك ولا والدتي؟ يا عم انت هتفول علينا ليه؟ الله، ما تخلص السبوة بتاعتك عشان نتوكل على الله. طيب اين العريس؟ العريس جنبك اهو يا سيدنا. انت العريس؟ يا عم ركز بقى، ما انا مرزي جنبك من الصبح اهو. وانت العروس؟ هل اوفيت العده؟ اين الاوراق؟ الاوراق هي يا عم الشيخ، العريس هو اللي قاعد جنبك. ايه الجو الفستان الاسود اللي هي لابساه؟ النبي يا اختي كلمتها كتير قوي، قالت لي ابدا صعبان عليا، مش شاهين عليا اقلع الاسود ابدا. ولما هو صعبان عليها قوي كده بتتجوز تاني ليه؟ يا اختي ابنك هو اللي فضل يتحنجل ويلح لحد ما وافقت. الف مبروك وبالرفاء والبنين. الف مبروك يا ست الكل، ومبروك عليكي انا. بديعة، احنا في حالة حداد.
كاتب الكتاب الأردحي ده؟ حتى ما شربونا كوبايه شربات. فكان ناقص اجيب لهم امي تعدد لهم. عشان قلت لك قبل ما نخرج ما صدقتنيش، كنت عايز اروح عشان الاكل. الاكل اديك رحت كلت على قفاكي. ولما اختك حزنانه قوي كده وهتلبس اسود، كانت بتعمل فرحه وبتتجوز من اصله ليه؟ انت مالك بقى؟ هي راضيه وهو راضي، انت مالك بقى يا قطة؟ هقول لك حاجه خليل، الواد جوز اختك ده مدام نخ كده اهو، هقطع دراع الاثنين ان ما طلع داخل على طمع. داخل على طمع؟ قال يعني انتوا اللي مش طمعانين. فريد، انا كنت عايزه بكره ان شاء الله قبل ما نسافر نروح نزور ماجد الله يرحمه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ معقول كده؟ مش معقول ليه بقى ان شاء الله؟ بقول لك ايه؟ الموضوع ده خلص خلاص، ومن النهارده تنسي كل حاجه كانت متعلقه بماجد. انت دلوقتي متجوزه ولازم تراعي مشاعري. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول اللي انت سامعاه، وكلامي ده لازم يتنفذ، انت فاهمه؟ يعني الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بتمثل عليا انت بتحبه. ايه دخل ده بجوازنا؟ هو احنا هنفرح ونتبسط ولا هنقعد طول عمرنا حزنانين على المرحوم الله يرحمه؟ في زوج يقبل على نفسه كده؟ ده يبقى زوج رزق ده. انت غشاش غشاش، ولازم تطلعني دلوقتي حالا. انا اسف يا زوز يا حبيبتي، انا ما اقصدش ان انا ازعلك، انا بالعكس انا عايزك تفرحي. خلاص يا حبيبتي، بكره هنروح سوا المدافن ونقعد نعيط براحتنا. يلا ننام بقى. اوعى. اوعى ايه؟ ده النهارده ليله الدخله. زوز انت لسه زعلانه؟ فريد نام وسيبني. انا عايز انام، انا اصلي تعبان من كتر الرقص. اتفضل نام. حاضر. نمتي؟ ايوه نمت. طيب انا بطمن بس، في ايه؟